كبيرة نحو تتوج للبطولة، كرة خلفية ناحية فافي يسددها فافي، تباطا فوالي يبعد سيدي الكرة فافي مرة أخرى وفافي وقع الهدف، فافي أخيرا يوقع الهدف ويتمكن من توقيع الهدف بعد أخذ ورد وخطأ في دفاع فريق ورودي تبجاية في إبعاد الكرة، يتمكن فافي من هز شباك الحارس باشا، ولكن هاي التوزيعة من اللاعب سامر يبعد سيدي الكرة من دفاع فريق مولودي تبجاي، يستغلوا فافي بالتسديدة يتمكن من توقيع الهدف الأول في المباراة. سامر كرة العرضية ناحية من كان حمزة بن الداشي واخد الحارس يكون صعبة جدا تبقى لبس. ممتازة التسديدة هذه، ممتازة كانت ممتازة هذه التسديدة تحت عن زرداب برصيده راسية ماذا ضيعت يرفع كرته خلف الجدار راسية مرة أخرى وضعية جيدة وضعت مرة أخرى كم أسرع من الجميع رفيق طلب الكرة ممتازة هذا ناحية رماش رماش داخل المقطع عملية رماش رفعه الكرة ما وصلتش ولا كانت لجان شباب قسنطينة حديث كرته مرفوعة طويلة أمامية ناحية البديل بانوع ما وصل وضع التسلل البحث عن المراوغة يراوغ بانوع داخل منطقة العمليات ماذا يقول الحكم لا مواصلة اللعب ثم التمرير الكرة بالراس لم تكن موفقة لقطة مرة أخرى معادة مرة أخرى ويبقى لاقت غيارات دقيقة أيضا في منطقة العملية رفع الكرة في القائم الثاني على مرتين الكرة لم تتعدى الخط على مرتين دفاع فريق مولودية تبجايا يحرم شباب قسنطينة توغل الآن ممتاز داخل منطقة العمليات من قراباس يرفع كورتو في المرة الأولى سامر الحارس المنصوري موجود تألق في الأولى وتألق في الثانية سنشاهد إسقاط الكرة هل هي خلف الخط أم لا وبالفعل